بونجور يا غزالي وصباح الخير يا مصبوغة القصة. حبيبتي كويتيني بالنار راني مريض منك يا المياسة. حملي ثقال ما نفعه في قار والأهل الجود والأهل الجلسة. واللي حبيبي وعرني في الوعر ويسلك كريم عبد الله من هاد الغرسة. خوتي حبابي واللي يبغوني راني داير حصة الغاز مع الناس. ونقول لكم حاجة، الكادو الشباب هي أنك رانا دايرينها في محلة اللوك وتربح قاسمة شراء معايا صاحبي. غير واح وعمر راسك بالألغاز ومرحبا بك خويا. تبعوا رانا مع واحد البرعوم صغير قال لي أنا أرتيست وسموني حبيب وكي نكبر غادي نولي طبيب. كيراك حبيب؟ الحمد لله صافا. غاية غاية ولا سبعة في العباية ونوض محدايا؟ لا راني الحمد لله. وتحصيلها ألغاز شوية ولا والو؟ شوية شوية. لو كان نعطيك لغز وتحلها لي زعما نعطيك هذا الكادو وتروح فرحان زعما تجيبها؟ ان شاء الله نجيبوها. هيا غادي نعطيك اللغز. اللغز شو يقول؟ يقول لك مدور كل خبزة ومصنوع من المعزة. دربوكة؟ لا تشبه للدربوكة قريب على بالك. جي مدورة كبيرة. هيا قولها لي. نسيتك سموها. ساعة غادي نعطيك 10 ثواني للتخمة. مية إيقاع. إيقاع جي مدورة قدناك بصح مش كيما الدربوكة. جي مدورة قدناك بصح كي دايرة. جي كيما الغربان بصح إلا تقولها لي. نسيتك سموها. نسيت كي سموها. هيا معليش ربحت هاد الخطرة ش ربحت البيام ولا شا؟ لا ربحت سيزيام وراني طالع الدوزيام. طالع الدوزيام تسمى دير طروازيام حرز غير دير مشارير. لا شحال راك تجيب هاكا المعدل؟ هاد الخطرة فصل الأول بريمير جبت 14.99 الزوج 13.86 الثالث 14.10. أي والله يبارك تصفيقة عليه تصفيقة عليه. نروحو عند خوتي دوك دوك. السلام عليكم. السلام عليكم. في قناة السلام. نسمع بها. سمعي بها الله يبارك الله يبارك. هي تاني تسمع بها. لا ما تفرجي. باسكو لي ريزو سوسيو داين لي وقتي. الله يبارك بصح تشوفينا في لي ريزو سوسيو. وي نشوفكم. طيب انا عارفك مي جو سي با اسمك ما نعرفهش. معليش معليش. المهم المهم شوفي هنا راكي في حصة الغاز مع الناس ولو كان تربحي في محلة اللوك غادي تربحي قاسمة تاع 200. اها نشارك. غادي نعطيك اللغز زعما تسلكيها؟ نسي نسي ان شاء الله يا ربي يا ربي تربح يا ربي. ان شاء الله يا ربي انت عطيني وانا نشوف. يا صح ما ربحتش تعطيني ولا ما حليتش تمد لي. لك ربي ان شاء الله. هيا صايد دعوه خير. هيا مليحه. شوفي اللغز شي يقول لك؟ عندي طير راسه من الحديد وين ما يطير يجيب لي جديد. عندي طير راسه من الحديد وين ما يطير يجيب لي جديد. يسكن بعيد تيري في الحرم خيطان طردقود اللالي. تليفون لا لا ثم راكي راكي غير تاع تليفون تتي صح. بون تيلي شحال عندي من محاوله؟ عندك واحد 150 محاوله. نقدر نحاول كيما نبغي. الو عاونوني ما نقول لهم عاونوني. كاش اللي يعاونك غير ربي اللي يعاونك سبحانه. عندي طير من الحديد راسه من الحديد طير راسه من الحديد وين ما يروح يجيب لي جديد. طير حيبيت عطيها هادي افرت بيت عطيها اختي. ميكرو لا يا زيدي وحده تاليه لا ما كانش يا صاي. الو وين ما يروح يجيب لي جديد طير من الحديد راسه من الحديد وين ما يروح يجيب لي جديد. طائر راسها محديد. بون انا قلت طيارة قلت تليفون قلت قلتي ايفون. لا قلت تليفون. سامسونج. لا اللي يبدو بالاون. لا بون دماج ما عرفتهاش. دماج كسرة بالفرماج وكاع رانا روداج. اختي عندك اهداء تقدمي. الو نهدي هذا المهابي اللي راه معاك قدامي اون فاس ليا بنات خوالي. اول اهداء نهديه الام تاعي اللي ربي يخليها لي ان شاء الله ويطول لك عمرها. وثاني اهداء نهديه لافامي تاعي والبنات خوالي اللي راهم معايا ونهديه كاع الشعب الجزائري. شكرا
شكرا، بارك الله فيك تيم. شكرا شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم مدام. السلام عليكم خويا، ورحمه الله وبركاته. كراكي دايره؟ الحمد لله الحمد لله. كراكي مع الصيف؟ والله انا نوجدوا له، مي رانا غايه الحمد لله. شكون توجدوا له؟ سلاح ولا شيء؟ نو نوجدوا له، نشرو لي بيكيني للزونفو، المايويات، سي نورمال، القفه على البحر اوبليجي. هادو صوالح على رانا عندلوك بالصيف علينا باش نشرو صوالح. لا جيتي عند دلوك ثمن معقول ولا كيف؟ بيان سيغ ثمن معقول، وعنده بزاف صوالح تختار فيه ماكري اللي يخدموا هنا بيان، زعما يعجبنا بكري، يعجبنا مليح حنا نجوا عنده، وعنده كاليتي ثاني قش، عنده شباب. اي والله يبارك الله يبارك. اه سي لوك رامي يشكروا فيك. شوفي قال لك كاين في الفاكهه كاين الخوخ وتشينا وحب الملوك، وفي القش والقريفه كاين محلات اللوك، هذه مفروغ منها. نيشا. المهم راكي في حصه الغاز مع الناس مع قناه السلام، ولو كان تربحي كما يقول لك اللغز ختامه مسك، غادي تدي قاسمة شيرة مليحة؟ ان شاء الله ان شاء الله، ماذا بينا بيان سيغ. ان شاء الله يا ربي تربح، ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله ان شاء الله ربي يفرحك. ماذا بينا، الله يحفظك ويسترك صحيتنا خسي. المهم اللغز يقول لك بقرتنا ذبحناها في الكاف العالي، قصنا اللحم والدم بعناه غالي. والدم بعناه غالي تقولوا لها جا ايش ما على كي تشوفي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك من غش لا فليس منا. شوفي فيها شوفي فيها، بقرتنا ذبحناها في الكاف العالي، قسنا اللحم والدم بعناه غالي. الدم بعتيه؟ الروح. روح لا، الدم بعناه غالي. الدم بعناه غالي، مشي اللوك زعما غالي الدم. هي اللي تعرف الجواب تجي صح. عندك اهداء تقولي لنا؟ نهديها لبنتي تقرا في الجامعه جيهان، وجوري وفارس ولدي اللي ربح البي ام، نتمنى له ان شاء الله النجاح، ونتمنى كاع اللي يعرفني ان شاء الله يشوفوني، وهذا مكان وان شاء الله تنتوما التوفيق، وكل عام وانتم بخير. ربي يحفظك. شكرا بارك الله فيك صحيتي. السلام عليكم، مرحبا بك في محلة اللوك. مرحبا بكم وعسلامة بكم. كيرك خويا غاية؟ والله رحمة ربي كاع رحمة الله يبارك. خويا مين؟ خويا مهرن. كي تقول وهران تقول طريق الهاوزر. نقول لا نقول هاوزر بلاطو. بلاطو تروح عند شاطو تاكل الكاطو. لا بلاطو ياكلوا فيها الكاطو، ما كانش الشاطو فيها بصح ياكلوا فيها الكاطو. بصح انت ارتيست. لا شويه برك شويه. المهم مرحبا بك في حصه الغاز مع الناس. شوف انا مدابيه غادي تشارك معنا وتدي قاسمه تاع 200 مليحه ان شاء الله بربي ان شاء الله. والله لا والله نفرح لو كانت تديها. علاش علاش لا؟ وغادي نعطيك لغز شغل فاصيله يا روح ادهم. شوف هذا اللغز جاي شويه بيزار بصح فيه الدخله والخرجه. ما بعد تقول لي باللي اللغز هذا غادي يكون باللي العفسه فيه ما تروحش كونتر بي. لا هاتك الصحه، جاي شويه بيزار الدخله والخرجه فيها العرعر. العرعر وفيها لينيرجي كبار في اضرار. اللغز يقول لك وحده دخلت تشري باريكزوم في محلات اللوك، دخلت تشري كي وصلت عند لاكاس خلات البورتفاي تاعها، ومين خرجت 5 دقائق عاود تولات، مين ولات ما لقاتش البورتفاي، راحت عند الكيسير قالت لها الله يرحم بوك وراه البورتفاي، قالت لها والله ما شفته. عاود راحت عند واحد بيلوت تاع طياره قالت له خويا ما شفتش البورتفاي تاعي؟ قال لها لا ما شفتهاش، قال لها انا بروحي ما كنتش داير نواضري. وراحت عند الثالث لقاته يصور كيما انا كيما هكا في حصه، قالت له خويا ما شفتش البورتفاي تاعي؟ قال لها اختي ما شفتهاش انا، قال لها راني صور في حصه. عيطت لابوليس، لابوليس دخلوا وبداو يسقسوا فيهم، عطيني شكون هو ولا هي اللي دات بورتفاي؟ اللي دات بورتفاي ولا اللي دات البورتفاي؟ عندك 10 ثواني للتخمام. هيا نروحوا نقولوا البيلوت. علاش البيلوت؟ حال البيلوت يسوق الطياره بالنوادر. ياه قال لك محال تبدلنا الاحوال، احنا بحال النجمه
والهلال. خويا شنو نقول لك؟ ها القاسمة تاعك وراك ربحت تسويقة حارة عليه وصافي ان كروب بليزير عندك. دور خويا بالبركة عليك القاسمة. الإهداء قول هنا. الإهداء على أي أساس؟ الإهداء إهداء العائلة للشعب الجزائري بمناسبة عيد الاستقلال. عيد الاستقلال هذه نهديها للعائلة تاعي ونهدوها للمحل اللي جاب لنا هذا الدوسومين. الله يبارك فيها. شان نزيد نقولوا إن شاء الله وهرت زيان على زيان على خير إن شاء الله. وكي راك تشوف الأسعار هنا في محلة اللو؟ مازال هذا وين قلنا بسم الله إن شاء الله نلقاو جايين معولين زعما نعرفوا اللوك من بكري. إن شاء الله اللوك من بكري كيما باش ما نديروش بيبليسيتي الآخرين. هيا نقولوا لوك هو يحلوا لك عينيك إن شاء الله وتعمر الجيب وتقضي غاية بالهنا إن شاء الله. إن شاء الله شكرا لك. كيما قلنا كيما عودناكم وصلنا لنهاية الحصة. بعليا غير نقول لكم تهلاو في روحكم ونتلاقوا في عدد جديد. وخويا قال لك بريد مدريد ونتلاقوا في عدد جديد. هيا بيس.